أعزائي المشاهدين، ورجعنا لكم بعد الفاصل ويتجدد اللقاء بينا من الطبيعة. زي ما أنا قلت قبل الفاصل ونوهت في الفقرة الأولى أن من الطبيعة نبتدي نناقش النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى أنعم علينا بيها من الطبيعة، بعيدا خالص 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 عن أي مواد كيميائية بنبتدي أن احنا نستخدمها في حياتنا اليومية. يشرفني في الفقرة دي أن يكون معايا دكتور محمد جمال، الباحث باللجنة العلمية بمؤسسة زويل. أهلا وسهلا يا دكتور. أهلا وسهلا بك يا صاحبي. أهلا وسهلا بك. احنا بنرحب بحضرتك، واحنا عارفين ان طبعا يعني كان مشوار شاق من الصعيد لحد هنا، فبنشكرك على تواجدك معنا النهارده. الشرف لي ان اكون متواجد مع حضرتك. احنا كنا بنتكلم قبل الفاصل في موضوع مهم جدا، وهي النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى انعم علينا بيها، ومن ضمنها اهم حاجه هي نعمة العسل اللي ربنا سبحانه وتعالى أنعم علينا بيها. في ظل جائحة كورونا وفي ظل الأزمات اللي احنا بنمر بيها في الفترة الحالية، ازاي ان احنا نحاول ان احنا نرفع المناعة بتاعتنا عن طريق العسل؟ النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى أنعمها علينا العسل، وده ورد نص قرآني. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن الكريم في كتابه العزيز، وليخرجوا من بطونها، أي من بطون اللحم، من بطون النحل، شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. فيه شفاء للناس ده لفظ عام، بمعنى أن فيه شفاء للناس عمره ما يكون فيه ضرر. ولذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب أحد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إن أخي يشكو ألما في بطني، قال: اسقيها عسلا. ثم عاد إليه قال: يا رسول الله، يا أخي يشكو ألما في بطني، أو لازال يشكو ألما في بطني، قال: اسقيها عسلا. وفي المرة الثالثة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق الله وكذبت بطن أخيك. قال له: اسقيها عسلا. كان المجمل اللفظ اسقيها عسلا، ما خصصلوش عسل معين، عسل حبة بركة، عسل برسيم، عسل، لا، اسقيها عسل. أي عسل من نتاج النحلة فهو خلاصة طبيعية تفيد في الشفاء. ولما رب سبحانه وتعالى قال: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء، فهو كان يكون شفاء، نرجع للآية من الأول، لابد أن يكون شراب، ما ينفعش يكون إيه؟ طعام، لأن لو اتاخد كطعام مع أي شيء تاني هيكون غذاء مش هيكون دواء. يعني إحنا هنا بنقول إن أي نوع من أنواع العسل هو فيه فايدة للناس وبيقي من العديد من الأمراض. بالظبط كده. ولكن بيكون ليه طريقة تدخلات بسيطة في بعض التركيبات، عشان ممكن تضيف عسل مع حلبة، عسل مع لبن، عسل مع أي مشروبات تانية بتبقى بالظبط كده فائدة غذائية وليست فائدة علاجية. لا، لما يتاخد طعام غذائي، غذاء، لما يكون شراب فهو علاج. طيب في ظل بقى أزمة كورونا دلوقتي، كل بقى حديث الساعة، وانتشرت المنتجات الوهمية اللي بتقول إنها بترفع المناعة، عايزين كده نقول للسادة المشاهدين ازاي نرجع للطبيعه ونبتدي ان احنا نرفع مناعتنا منها. احنا لو رجعنا للطبيعه، فاولا الجزئيه اللي احنا اتكلمنا فيها دي العسل. العسل ده شيء مهم جدا، يحتوي على مجموعه من الاحماض الامينيه وضد الحاجات، ضد الاكسده اللي بتحصل في الجسم، مجموعه من الفيتامينات، مجموعه من فيتامينات متنوعه، الكالسيوم والمغنيسيوم، جميع العناصر اللي بيحتاجها الجسم متواجده في العسل. بل ان العسل معروف ان هو لما حتى وصف النبي صلى الله عليه وسلم كان شفاء لبطن اخو هذا الرجل، فهو شفاء للمعده، والمعده هي بيت الداء. هو ايضا قال شفاء امتي فيه ثلاث، وذكر منهم شربت عسل. بالظبط كده. هو فتطهير المعده احد يعني انواع الحفاظ على الجسم، والعسل هو الشيء الوحيد اللي بيطهر المعده، يعالج من قرحه المعده، يساعد على افراز الماده المهضمه بطريقه منتظمه، يساعد الجسم في عمليه الامتصاص. ده العسل. نربط معاه ايه تاني للمناعه؟ احنا بنتكلم للحد البسيط اللي هو مش محتاج يجيب منتجات، ومش محتاج يجيب، بيخش على يجيب حاجات مغذيه او عناصر او فيتامينات او كالسيوم من الصيدليه ويشتري ادويه. فاحنا نقول له تتعامل على ابسط شيء موجود عندك، العسل والتمر. التمر برضه ده من ضمن، بالذات التمر ده انا اصفه او اراه حاجه مهمه جدا في الازمه اللي احنا كنا بنمر فيها، ولا زالت مستمره حتى الان في موضوع الاوبئه. لان النبي صلى الله عليه وسلم خص في حديث ان من اكل سبع تمرات لا يقربه سم ولا سحر، فلا يقربه سم، لا يقربه هو السموم الطائره، لا يقربه سم. فهنا السم ايه اللي بيقاوم السم في جسم الانسان؟ جهاز المناعه. فلما يكون جهاز المناعه قوي، طب ايه اللي بيقاوم جهاز المناعه؟ من التمر. التمر بيحتوي على مجموعه من العناصر المحفزه والمنشطه للجهاز الدوري،
ولجهاز المناعه ومقوي لعضله القلب، بتساعد على ضخ الدم بطريقه منتظمه في جسم الانسان. ده حاجه بسيطه من ضمن الحاجات المتوفره في حياتنا الطبيعيه. انت مش محتاج الا انك انت تتفاعل مع الطبيعه، ان الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الداء وهو الذي خلق له الدواء. الانسان مخلوق من تراب وعلاجه فيما خرج من التراب. صحيح. كل احنا محتاجين نتفاعل مع الطبيعه، نرجع للطبيعه بشكل او باخر ونهتم، لان الطبيعه ما بتعملش عندنا، ما فيش البلح ملهوش اعراض جانبيه. صحيح. العسل ملهوش اعراض جانبيه. خليني اقول لك يا دكتور، دلوقتي بتلاقي بقى اغلب الشباب كل اللي هم الاسبريسو بقى والكابتشينو وكل الحاجات اللي بتحتوي على الكافيين. تسال دلوقتي شاب ممكن اصلا ما يعرفش القرفه ولا حبه البركه ولا الزنجبيل، على الرغم من الفوائد المهوله الكتيره اللي متواجده فيه. النبي صلى الله عليه وسلم، انت افضت لنا حاجات، يعني في حد، في ناس كتير ودي يعني كم حد اتكلم معايا، فانا بوصف له مثلا الحلبة، اشرب حلبة. حد بيعاني من 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 مشكله في صدره، الحلبة افضل حل لي، افضل حل لي. يقول لك انا اشرب حلبة اصل ريحه العرق بتاعها هتبقى مش كويسه. انت بتتعالج، مش في مظهر وفي شياكه. وبعدين في حاجات تانية ممكن تستخدمها، برفانات وبتاع، لو الموضوع مشكله العرق عامل لك. طب تعال نشوف الحلبة. معروف لو الحلبة، لو علم الناس، مقولة وليست حديث، لو علم الناس ما في الحلبة لاشتروها بوزنها ذهب. النبي صلى الله عليه وسلم ذهب في زيارة أحد من الصحابة، وكان يعني دعوا طبيب من العرب، فوصف لهذا المريض وأكد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ودعا له بحلبة وعسل. الحلبة بتحتوي على مجموعة من العناصر أقواها، فيها الحلبة فيها مادة حافظة أقوى من مادة الفرمالين، ومادة حافظة يعني مادة قاتلة للفطريات والبكتيريا والفيروسات. يعني أنت محتاج للحاجات دي، والحاجات دي متوفرة ومش بأسعار، وحاجة بسيطة وفي متناول الجميع. صحيح. تقدر تحافظ على صحتك بطريقة بسيطة. لو كوباية حلبة في اليوم، أنت بتحافظ على على على, على صدرك، وبتحافظ على المعدة بتاعتك. الحلبة، المادة الفرمالين اللي موجودة في الحلبة مادة قاتلة للبكتيريا. لو عندك ديدان، عندك بكتيريا، عندك فطريات في المعدة، الحلبة قادرة ان هي تخلصك من بل ان الحلبة كمان بتحفز الغدد على افراز العناصر بتاعتها بطريقة منتظمة. كل ده موجود في الطبيعة. ويمكن خلينا دلوقتي حتى البروتوكول اللي وضعته وزارة الصحة دايما تقول نكتر من المشروبات اللي بترفع المناعة. يعني رجعنا برضو للطبيعه وغصب عننا. طب ما هو ليه بقى، ليه ما يكونش روتين يومي نقدر نحافظ على صحتنا مدى الحياه؟ الناس انتظمت بموضوع الليمون. الليمون حمض ويحتوي على فيتامين سي بكميات عاليه، زي البرتقال، زي يعني كذا شيء من الفاكهه موجود فيه فيتامين سي. لكن انت تتناول معاه حاجات تانية، مشروبات تانية. يعني الليمون بس حمض، الليمون بس يعني باستمراريته مفيد لتطهير الدم وتنقيه الدم وفيتامين سي ومقوي للمناعه، لكن ليه بعض المضاعفات لو كترت منه. في ناس عندها قرحه في المعده ما بتستحملوش. صحيح. بس قرحه في المعده انت ممكن تاخد عسل، ممكن تاخد حلبه، فيتامين سي برضه ومتواجد وبقوه. يعني شكل، اعمل مجموعه من الطبيعه. الصبح اشرب عسل، الظهر اشرب ليمون، كوبايه حلبه اخر النهار. احنا دكتور بقى، يعني احنا خلينا نقول ان من الطبيعه هو نداء ورساله كان السبب فيها دكتور محمد، والدعوه اللي احنا استجبنا ليها كانت من دكتور محمد، علشان نبتدي ان احنا مش بس نفكر وقت الازمات، لا احنا عايزين بقى ده يبقى روتين يومي نبتدي ان احنا نتعود عليه. هرجع بجزئيه بسيطه لحديث النبي، من تصبح بسبع تمرات. يعني تصبح يعني كل يوم الصبح، مش محتاج لما تكون تعبان تاكل او يكون عندك. لما بنروح مثلا عند دكتور بيكتب لك حاجات مقاوية المناعة من الصيدليه بتجيبها. الحاجات دي مناعه صناعيه زي الكورتيزونات. الكورتيزونات دي بتهد المناعه الطبيعيه. انت بتدخل مناعه طبيعيه، مناعة صناعية على مناعة طبيعية، فبتخفض مستوى انتاج الجسم للمناعة الطبيعية، لان في مناعة صناعية شغالة. فبكده هو المناعة بتاعتك بتضعف. مجرد ما ينتهي المفعول ده فالمناعة بتاعتك مش هتقدر تواجه الحاجات اللي داخلة جسمك سواء. طب دكتور محمد، خلينا دلوقتي نشوف احد المتصلين. محمد من كفر الشيخ، اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. يا دكتور اتفضل. الدكتور معاك. قول لحضرتك ايه لو سمحت. اتفضل يا استاذ محمد. انا بجيب عسل الصبح، عسل عندي في البيت. تمام. وبقوم الصبح بدي لكل عيل من اولادي كده، كل واحد معلقه وعليه عصره ليمون. جميل جدا. هل ده مثلا مضر عليهم او لا؟ طبعا العسل مفيد، والعسل بالذات على معده فاضيه هو مفيد، لان اول حاجه بتنزل. ده الامام الحسن البصري كان وصف علاجه، قال خير الطعام حل على جفاء.
فإنه يولد العزيمة، يعني ينشط الجسم ويقوي البها ويقوي الذكاء، ومفيش أفضل من الحل على الجفاء إلا العسل. والعسل لما بينزل المعدة على معدة فاضية، وتكون المعدة فاضية المعدة بتمتص منه جميع العناصر الموجودة، بالإضافة لأن سكريات العسل سكريات أحادية بيمتصها الجسم على طول بدون عمليات الهضم. شكرا للاستاذ يعني. محمد، بس هنا انا عايز برضه انوه على حاجه، هو بيضيف للعسل ليمون، هل ده فيه مشكله؟ لا ما فيش اي مشكله، ما فيش اي مشكله ان هو يضيف ليمون، يضيف على حلبه، يضيف على ميه سخنه، كل دي عناصر لان العسل مش بيتاثر بالاحماض. طيب دكتور، نرجع تاني نقول احنا كده اتكلمنا عن العسل، الحلبه، عندنا يعني حاجة من ضمن برضو الأشياء اللي ابتدت تتواصل الناس على السوشيال ميديا عنها، وهي خل التفاح. خل التفاح من المنتجات الطبيعية اللي ليها فوائد كتير جدا طبعاً. كيف نتناولها؟ بص، خل التفاح لو يضاف معلقة، هو يفضل في حالة الحمى، في حالة ارتفاع درجة الحرارة، يستخدم كتدليك، لان الخل ليه بيفتح المسام، بيساعد في عمليه تبريد الجسم، الجسم بيفتح المسام بتاع الجسم، بيساعد ان الجسم انت لما يكون درجه الحراره بتاعت خارج الجسم بتاعك مرتفعه، الجسم بيبدا يطلع تبريد تلقائي. ولذلك لما جت جائحه كورونا وصت وزاره الصحه بان احنا نكتر من شرب الماء. ارتفاع درجه الحراره بيخلي جسمك يفرز ميه كتير، فانت محتاج ميه كتير. لو اضفت العسل، لو خل التفاح اضافته كطلاء، بيساعد في عمليه تفتيح المسام وشد الجلد، وتستقبل يعني بيعمل رطوبه في الجلد، وبيساعد الميه اللي في جسمك العرق يطلع. ده بيخليك يعني بيفرغ الجسم، لان يعني الجسم ليه ثلاث مخارج بتخرج منها الاوبئه، البول، البراز، العرق، دي المخارج اللي الجسم بيطلع منها. فانت ساعده في ده، الاستخدام الامثل ليه انك انت تستخدمه كدهان، لانه بيساعد في استخراج البلاوي اللي موجودة تحت الجلد. طيب دكتور، عندنا برضو على الفيسبوك أحد الناس باعت أنا عندي السكر، هل في نوع معين من أنواع العسل توصي بيه؟ جميل، أوصله بعسل السدر. ولو هو بياخد اجراس برشام ولا بياخد انسولين حقن؟ لا هو مش كده. لو هو بياخد، هنقول له الاجابتين، لو هو بياخد اجراس، لو هو بياخد اجراس للصبح، فيضيف على العسل حلبه مصحونه، هيستغنى عن عمليه الاجراس اللي بياخدها لتشغيل غده البنكرياس، لان لما البنكرياس بيكسر بيحصل خلل في عمليه افراز الانسولين في جسم الانسان، فبناء عليه انت بتاخد حاجات بتعوض الكلام ده. لا، انت العسل ضيف عليه الحلبه، هيشغل الغده والغده ترجع تفرز تاني. اما اللي بياخد انسولين فعليه ان هو يظبط النسب في العسل، وارجح له عسل السدر. طيب انا عبد الله من الشرقيه. عبد الله، يا ريت بس توطي التلفزيون وتسمعنا من التليفون. السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام. دكتور محمد معاك، اتفضل. حضرتك، انا عندي التهابات في المعده شديده جدا، وعملت منظار وعملت شغل كتير جدا، والدكاتره توهوني بقالي اكتر من 90 يوم. تمام. كل يوم ارتجاع في المريء، وحرقه في المعده، اي اكل اكله تعبان جدا. وعملت منظار قال لك ان في تصرف وفيه حساسيه في المريء وفي ارتجاع في المريء، فاخدت ادويه كتير جدا وتعبان، فمش عارف ايه اللي امشي بيه حضرتك. طيب دكتور محمد هيرد عليك دلوقتي. بص اخي، عليك بالعسل، عسل حبه البركه، عسل حبه البركه بالنسبه لحياه اخونا مفيد جدا. عسل حبه البركه على معده فاضيه، وما تاكلش الا بعدها بوقت، لان العسل لما بينزل جن على المعده الفاضيه بيعمل اعاده النسيج في المعده، وينظم الامور اللي هي عمليه الامتصاص وعمليه افراز الماده المهضمه، عشان خاطر ما يحصلش عندك ترجيع. وتنتظم بالحلبه، لان الحلبه بتنظم الغدد والافرازات بتاعه الغدد، كده بتبقى عندك التنشئه ممتازه. وبعدين انت العسل لما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم للرجل، لاخو الرجل، كان يشكو الما في بطنه، وانت بتتكلم في مشكله في المعده، والمعده بيت الداء زي ما قلنا، فانت عليك بالعسل، وارجح له عسل حبه البركه. عسل حبه اهم حاجه، المصدر يكون موثوق. طيب خلينا نقول بقى المناعه للاطفال، ننصح الاسر المصريه اللي بتشوفنا دلوقتي، ازاي نرفع المناعه بالنسبه للاطفال؟ الاطفال الليمون، العسل بنسب بسيطه، يضاف على الاغذيه او يضاف على الفواكه،
ويا ريت مشروب الحلب ده انا ارجح ان هو ما يتقطعش من اي بيت ولا ده حياه تكون مستمره، لان هي فعلا تعرف المقوله، لو علم الناس ما في الحلبه لاشتروها بوزنها ذهب، اغلى عقار دلوقتي هتلاقيه بكام. طب خلينا قبل ما نكمل كلامنا ناخد دلوقتي ام احمد من القاهره. اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت يا دكتور انا عندي سؤالين. اتفضل. انا عند الاطفال 4 سنين و5 سنين بياكلوا توم، ده غلط عليهم ولا مش غلط؟ يعني هيعمل لهم الام في المعده ولا هو حلو ليهم ولا مش حلو؟ لا التوم على معده فاضيه. اتفضل. السؤال الثاني معلش. هو انا ازاي اعرف العسل الطبيعي من العسل اللي مش اصلي؟ يعني اعرفه ازاي؟ جميل. طيب ماشي هنجاوب عليك دلوقتي. بالنسبه للثوم على معده فاضيه بيسبب قرحه في المعده مباشره، لان هو بيحتوي على مجموعه من العناصر، بيحتوي على ماده كاويه. الماده الكاويه دي نزلت على المعده الفاضيه. هو لو اتضاف الثوم على العسل مفيش مشكله. صحيح. لان العسل هيغلفه وهيساعد في عمليه الامتصاص ومش هيتفاعل مباشره معه، لكن الثوم على معده فاضيه هيأثر. اما عمليه ان انا اعرف العسل ده ممتاز او مش ممتاز، جيد او مش جيد، دي انك انت تختار المصدر الموثوق منه، لان دلوقتي هي بيضيفوها على مجموعه من العناصر الجلوكوز، بالاضافه لان الجماعه بتوع المناحه دلوقتي المفروض ان النحله بتتغذى على العسل بتاعها. صحيح. في بقى بيخليها تتغذى على السكر، بيحطها تتغذى على السكر على جلوكوز على تمر، فاصبح العسل نتاج النحله ولكن هو مش شافي بالنسبه ليها 100% لان دخلت عليه ايه اشياء ثانيه اخرى. يعني هو الجزء الاول مصدر الموثوق. يعني بنشوف ده بالنسبه للناس اللي بتشتري، لكن ممكن في تجارب بتتعمل كده في البيت، تقيس كثافة السكر بإضافة مية. يمكن شفت كذا فيديو على الإنترنت إن في بعض الناس بتضيف مية على العسل وتشوف لو العسل تفاعل مع المية يبقى مش أصلي، لو ما تفاعلش معاها يبقى هو أصلي. أنا بشوف ده معرفش. العسل بطبيعته مادة سكرية وبتذوب مع المية الباردة والسخنة، وده شيء طبيعي، ده ما يعدش اختبار ولا مقياس. المصدر الموثوق في العسل فقط لا غير، هو مصدرك لازم يكون موثوق. اما اختبارات تجري على العسل الكلام ده يعني ما بيحصلش، لان الوقت بيعملوا التباس. انت عندك مثلا منتج مثلا عسل الموالح. عسل الموالح ده بطبيعته بيجمد. لان هو يستخدم في الصيف ما يستخدمش في الشتاء. طب خلينا دلوقتي ناخد لبنى من الفيوم. اتفضلي. السلام عليكم. يا ريت بس توطي التلفزيون وتسمعينا من التليفون. ايوه يا دكتور. ايوه مع حضرتك. اتفضلي. حضرتك عامل ايه؟ كل سنه وحضرتك طيب. الحمد لله تمام. اتفضلي. كنت عايز اعرف بس انا باخد العسل الصبح على ميه دافيه على ليمون. ده على طول انا واخداه من سنين، بقالي سنين يعني. جميل جدا. العسل الصبح على ميه سخنه. على ميه سخنه على ايه؟ على ليمون. على ليمون. على ليمون. ممكن احط كمان كركم عليه. جميل. ده بتضيف مجموعه من العناصر الطبيعيه اللي الجسم بيحتاجها. طبعا الجسم بيحتاج لماده الكركمين اللي بيتكلموا عنها، وبيحتاج للليمون بيحتوي على فيتامين سي، العسل بيحتوي على مجموعه من العناصر، وهي بتعمل تركيبه جميله كده اهو، بتاخدها الصبح ده ممتاز. لكن انا ارجح برضو لو هي بدل الميه السخنه تخليها حلبه. طيب عندك اي استفسار تاني يا استاذه لبنى؟ طيب استاذه لبنى من الفيوم بنشكرك. شكرا. يعني من هنا برضو شيء مفرح ومبشر ان احنا بنلاقي كتير جدا من الاتصالات انها بتستخدم اشياء كتير من الطبيعه، لكن محتاجين شيء من التوجيه، وده اللي احنا ان شاء الله بنحاول نحققه مع المشاهدين دلوقتي. صح. طب رساله بقى اخيره كده، عايزين نحط بقى الروتين يومي كده في شكل روجيتا لكل الناس اللي بتشوفنا. عشان خاطر يبقى عندي مناعه قويه لازم اقوم الصبح اكل 7 تمرات. واحد عنده سكر هياكل التمر ازاي؟ صحيح، سؤال مهم جدا. واحد انا عندي سكر ما باكلش التمر. يغلي النوى بتاع التمر. 7 نوايات يحتوي على مجموعه العناصر اللي موجوده برضو في الـ7 تمرات. ويضيف عليهم عسل ويشربهم. او ياكل 7 تمرات وبعديها يشرب بعديهم عسل. ويقعد ما يفطرش بعدها على طول. يعني يصبر نص ساعة بحيث تكون المعدة بدأت تمتص الموجود فيها وتبدأ عملية التفاعل. بكده هو أخذ
كم من السعرات الحرارية اللي تساعد ان هو يتحرك طول اليوم. يعني هو عنده طاقة طبيعية تساعد ان هو يتحرك طول اليوم بدون ما يحس بتعب، واضاف عليها طاقة. واضاف عليها طاقة طبعا. مع الطاقة اللي بتجيك لما يكون جسمك شغال كويس، كل حاجة في جسمك شغالة كويسة، الغدد، الإفرازات، الإنزيمات، كده انت بتظبط ده من خلال امتصاص المعدة للمواد اللي انت بتحطها في المعدة اللي هي العسل والطب. دي بتكون حاجة مفيدة جدا طبعا. طيب عندي سؤال تاني معلش على السوشيال ميديا. في بعض الأدوية الجنسية اللي انتشرت مؤخرا ويمكن دخل فيها حاجة اسمها العسل الملكي أو العسل الجنسي، هل ده فعلا مجدي للرياضيين أو للأزواج المتزوجين؟ هو للرياضيين في وضع ما، العسل لو استخدم الحياة الرياضيين أو الحياة اللي احنا بنتكلم عنها دي، لابد من إضافات أو لمسات بسيطة بتضاف عليه، زي مثلا الجونسينج عشبة الجونسينج تتصحن وتضاف عليه، مقوي للعصب، الماقة، وبيضاف عليه كمان غذاء ملكات النحل، ده شيء أساسي. لكن النسب هنا اللي بتفرق، واحد بيلعب رياضة يعني بيحرق سعرات حرارية كتيرة، ده غير الحالة التانية، الحالة مثلا الجنسية أو المنتجات الجنسية، أنت بتاخد وقت معين فأنت محتاج تقوية عصب لمرحلة معينة. غير يعني من هنا دكتور نقول إن لا يجوز إن أي حد يشتري كده العسل ويجيب بقى الجينسينج أو يجيب غذاء ملكات النحل أو الأشياء دي ويخلطها لوحده. لا، ممكن أنا كده أكون صريح معاك، إحنا عايزين نفيد الناس والناس تتفاعل مع الطبيعة. أنت أهم حاجة يكون مصدرك في العسل الموثوق، يكون مصدرك في الجونسينج، مش أي عشبة يحطها لك ويقول لك دي جونسينج، مش أي حاجة أي مية بسكر يديها لك ويقول لك ده عسل، مش أي غذاء ملكات، مش أي مادة بيضاء يقول لك هو ده غذاء ملكات، أو تروح تجيب لازم نتحرى بالظبط كده. هو ده أنا بتكلم كده، هو للمشاهد اللي هو يقدر يتفاعل مع الطبيعة ويحافظ على نفسه ويحافظ على صحته ويقدر ينتشر. مش انك انت، ولو في منتج جاهز انت خد منتج جاهز ومضمون ما دام بتصريح من وزارة الصحة والسكان. تمام. دكتور محمد جمال عضو اللجنة العلمية بمؤسسة زويل، بشكرك شكرا جزيلا. انا سعيد بحضرتك يا استاذ عبد الرحمن، وان شاء الله تتجدد بين اللقاءات مره ثانيه ان شاء الله. اعزائي المشاهدين، من هنا دي كانت اهم الرسائل والنصائح اللي توجه بيها دكتور محمد جمال خلال حلقه النهارده. نشوفكم الاسبوع الجاي في نفس الموعد ونصائح جديده وموضوعات جديده باذن الله. دمتم في امان الله. تحياتي عبد الرحمن سالم.